احبائي، كنتمنى ان شاء الله انكم تكونوا بخير. بالنسبه ان شاء الله للفيديو ديال اليوم، فهو عباره عن كؤوس. كيف كتشوفوا هي كؤوس خاصه بالشموع، يعني هاد الكؤوس هادو عاديه كيف اللي كتكون عندكم في المنزل، زينتها بهذه الطريقه هذه، فهي كتجي رائعه كيف ما كتشوفوا في المنظر ديالها. غندوزو ان شاء الله للتطبيق، وكنتمنى ان شاء الله انكم تستافدوا معنا في هذا الفيديو. فالمواد اللي غادي نحتاجو ليها هي مقص وسكوتش. غادي نحتاجو البانسو رقيقة وبانسو غليظة، يعني غادي نحتاجو شوية ديال البريو، شوية ديال الكولا بيضاء. بالنسبة للكؤوس اللي استعملت انايا، فممكن تستعملوا اي نوعية ديال الكؤوس يعني متواجدة عندكم في المنزل، ماشي بالضرورة بحال الشكل اللي خدمت به انايا. الطريقة باش غادي نرسم، فانا اختاريت انني نوريكم واحد القمع يعني بحال ديال الحنة، فهو ممكن تعمرو الكولا وترسموا به الا ما متواجدش عندكم شي حاجه باش ترسموا. غادي نقادو ان شاء الله القمع بهذا الشكل هذا، فهو سهل جدا، يعني ما غاديش تحتاجوا شي حاجه كثيره باش توجدوه. غادي ديروا ليه الطريفه ديال السكوتش من الراس ديالو بهذا الشكل هذا، وتعمروه بالكولا فغيولي على هذا الشكل هذا. نبداو على بركه الله الرسم.